السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم نموذج كتابي ديال الفرد الأول في الدورة الأولى، إذا مادة النشاط العلمي. إذا هذا الفرد هذا يخص المستوى الرابع ابتدائي. إذا هذا هو النموذج الثاني اللي غادي نشارك معكم، لأنه شاركت معكم النموذج الأول، إذا ممكن أنكم تطلعوا عليه في القناة بيان سور. إذا بالنسبة لهذا النموذج، إذا عندنا مجموعة من الأسئلة. غادي نبداو بالسؤال الأول، أعطي تعريفا لمرض كوفيد 19. إذا أكيد الوحدة الأولى شفنا فيها هذا المرض، شفنا في طرق الوقاية إلى آخره. إذا التعريف اللي غادي نحطو بعدا هو مرض، إذا مرض كوفيد 19 مرض معدين، مرض معدين يعني كينتقل بسرعة، إذا ينتقل من شخص لآخر، ينتقل من شخص لآخر، يصيب الجهاز التنفسي، إذا بالخصوص يصيب الجهاز التنفسي، إذا داك الفيروس فهو كيأتاكي لنا الجهاز التنفسي. داكشي علاش كنلقاو أنه دونك الجميع عنده معلومات على هذا المرض، لأننا دزنا من هذه المرحلة ديال الانتشار ديال هذه الابيديمي، فكلنا عندنا يعني معلومات على هذا المرض، أنه يعني الناس اللي كيكون عندهم جهاز تنفسي كيعانيوا من امراض، فيعني كي يعني كيأثر لواحد الدرجه يعني كبيره على الجهاز التنفسي. اذا يسببه فيروس، ماشي بكتيريا، مي يسببه فيروس كورونا المستجد. أصنف سؤال ثاني، أصنف كل من أعراض وعلامات كوفيد 19 تلي حسب الجدول. إذا عندنا أعراض وعندنا علامات، إذا شنو خصنا نفرقوا بين الأعراض لي سامبتوم والعلامات لي زانديس اللي تخلونا أننا يعني نكتشفوا أنه راه كاين يعني راه حنا مصابين بهذا المرض. بالنسبة لألم الرأس، ألم الرأس من الأعراض، ألم الرأس بالنسبة للسعال الجاف هذو من العلامات، سعال جاف. ألم الحنجرة من الأعراض، إذا هنا العطس، إذا من العلامات. الإرهاق من العلامات، لأنه الإرهاق العطس هادو راه ماشي كاينين غير مع كورونا، راه كاينين مع يعني أمراض وحدين أخرين ممكن تصابوا بهم مع أمر بعيد، مع مثلا ضربات برد ولا نزلة برد، ولكن الأعراض هادو اللي عندنا هنا هما اللي كي يعني كيأكدوا لينا ولا كي يعني يخلونا نفكروا انه راه هاد الاعراض راه ديال كورونا. يعني ملي تمشي عند الطبيب يقول لك كيقول لك شنو هما لي سامبتوم، شنو هما العلامات لي سامبتوم، باش هو ملي يعطيك مثلا التحاليل على حساب داك التشخيص ديالو كياخذ الاعراض وكيشوف هاد الاعراض ديال اش من مرض. دونك الاسهال من الاعراض ديالو، اذا الاسهال من الاعراض. كذلك ارتفاع درجه الحراره من العلامات، ارتفاع درجه الحراره. فقدان الشم والذوق هادو من الأعراض، فقدان الشم والذوق. إذا الآن غادي نمرو للسؤال الموالي اللي هو السؤال الثالث، je me protège de covid 19 par، دونك هادو لي بريفونسيون، se laver les mains à l'eau et savon، دونك بيان سور سي وي، être en contact avec le malade، لا être en contact avec le malade c'est-à-dire انني يعني نكون قريب لواحد الشخص اللي هو مصاب. se frotter les yeux c'est-à-dire يعني نبقى نحك في عينيا، انا ما غسلش يدي نبقى نحك في عينيا، يعني نقيس مثلا واحد السطح ولا نسلم على شي شخص انا ما عارفش هو مصاب ولا ماشي مصاب، يقدر يكون مصاب
ونبقى نحك في عينيا ونقيس في نيفي ولا في فمي، فانا كندوز الفيروس للذات ديالي. دونك بالنسبه لي ميزور دو بريفونسيون اللي عندنا هنا، عندنا سولافي لي ما الو اي سافون ريغولييرمون، يعني باستمرار. ندوزو دابا السؤال الموالي. دونك هنا راه السؤال الرابع. لصحة جيدة علي أن، باش تكون عندي واحد الصحة جيدة علي أن أنظف أسناني بانتظام. نعم، أسهر طويلا. دونك بيان سور كو نو، لأن السهر كيأثر. أتنفس هواء نقيا. وي. أتغذى بغذاء متوازن. وي. لا أتجنب العدوى. نو. لا أشرب الماء. نو. دونك هنا لصحة جيدة نظفوا الأسنان ديالنا، نتنفسوا الهواء النقي، يعني نبعدوا على الأماكن اللي كيكون فيها الهواء ملوث اتسيتيرا. أتغذى بغذاء متوازن بيان سور، لأن التغذية هي أساس الصحة الجيدة. غادي ندوزو دابا للسؤال الخامس. دونك هنا عندنا السؤال الخامس، أجيب بنعم أو لا. التشجير وسيلة لحماية البيئة. نعم، ملي نخدمو التشجير، التشجير فيعني الغرس ديال الأشجار، وبالتالي ملي كنغرس واحد الشجرة فأنا كنحافظ على البيئة، لأنني كنعرف الفوائد ديال هديك الشجرة. تلوث الماء لا يؤثر على البيئة. لا، خطأ، لأنه بالعكس كيأثر على البيئة. تلوث الماء يعني راه تلوث الغطاء النباتي، تلوث التربة، تلوث بزاف ديال الحوايج. الإنسان راه غيتعرض لمخاطر نتيجة يعني استهلاك هاد الماء الملوث. جميع الكائنات الحية ماشي غير الإنسان. الهواء النقي مفيد لصحة الإنسان. بدور الهواء النقي، نعم صحيح، داكشي اللي شفنا هنا. أتنفس هواء نقيا لصحة جيدة، أتنفس هواء نقيا، إذا الهواء النقي مفيد لصحة الإنسان. إذا هنا غادي نديرو نعم. إذا نشوفوا غير الترابط بالأسئلة، مثلا هذا راه جاوبنا عليه ديجا في السؤال اللي قبل. لصحة جيدة يعني أتنفس هواء نقيا، إذا الهواء النقي مفيد لصحة الإنسان. تلوث التربة يؤثر على البيئة. نعم، تلوث التربة يؤثر على البيئة. ملي كتلوث التربة ف كتلوث الفرشة المائية، كيكونوا عندنا مجموعة من الـ يعني النتائج السلبية. إذا على مستوى الفلاحة كيكونوا هادوك، كيكون الريزيديو ديال هادوك الملوثات ديال التربة، لأن كنعرفوهم ملوثات ديال التربة هما المبيدات والأسمدة الكيماوية، فكيكونوا الريزيديو ديالهم في هادوك المنتوجات ديال الفلاحة كيستهلكهم الإنسان كيمرض. إذا التلوث ديال التربة يؤثر على البيئة بصفة يعني عامة. يؤثر الإنسان دائما إيجابيا على البيئة. لا، الإنسان كيأثر إيجابيا وسلبيا، كاين حتى سلبيا. إيجابيا فهو كيغرس الأشجار، كيدير تدوير النفايات، يعالج المياه العديمة، ولكن راه كيقطع الأشجار وكيلوث البيئة وكيدير كيستعمل المبيدات الكيماوية إلى آخره. يعني راه هو كيأثر إيجابيا وسلبا بجوج، دونك في لي دو كوتي. دونك فوالا، هادو هما لي ريبونس كونسيرنو هاد الامتحان. فيديو جاي ان شاء الله غنشارك معكم نماذج اخرى خاصه بفروض المرحله الاولى. كونوا في الموعد، الى اللقاء.